example سريع على اللي هو الـ DFD، يعني نسوي توتوريال سريع. شوفوا هاي الخطوات حطوها ببالكم. أول شيء مشان ترسموا أي DFD لازم أول شيء تسووا define للـ process، حددوا. حتى لو جاكم مثلا عبارة عن سيناريو وأنتوا رسموا الـ DFD، حطوا خط تحت انه هذه عملية، هذه عملية ثانية، هي العملية الثالثة. يسهل لما انتوا يجيكم قطعة وعلى اساسها لازم ترسموا دي اف دي، استخدموا القلم وخططوا او حطوا رموز، هذا يرمز لهذا، هذا يرمز لهذا، هيك حتى تكون خلص لما تبدوا ترسموا اللهم بس امسكوا البيانات وحولوهم لشكل اللي هو شكل مثل هيك، فوالله يصير مثل المي. فبالنسبة للخطوة الأولى define the process، الخطوة الثانية تعملوا list of all external entity، حددوا people والsystem المشتركين، مثل ما اتفقنا مثلا customer internal entity external entity عفوا الhospital external entity، عبارة عن التفاعلات الخارجية اللي هي الناس الأشياء بعض الأنظمة هيك. الخطوة الثالثة create a list of data flow، ممكن تسووا على جنب سكتش سريع قبل ما ترسموا الـ DFD، إنه تسووا list of data flow مثلاً على جنب، تروحوا على جنب تسووا كتابة والله هذا البيان، حتى بالعامي ممكن تكتبوا لغتكم العربية وهيك لغتكم العامية، مو شرط إنه لسه بلغة بروفيشنال، هذا ينتقل لهذا، هذا ينتقل لهذا، هذا ينتقل بهذا، هيك رتبوهم بشكل سريع سريع. ليش؟ لما تيجوا ترسموا خلاص واضح، مو نص الرسمة تحوسوا وتروحوا تمسحوا وتضيفوا وتسووا، لا خلاص واضح الأمور. والخطوة الرابعة draw the diagrams، فخلينا نشوف مثلا هون نسوي لنا رسمة، خلينا نشوف هيك ناخد نظرة سريعة عنها. أول شيء هي عبارة عن الـ cloth ordering system اللي هو نظام ordering للأقمشة، فخلينا نشوف ممكن الأقمشة ممكن ألبسة بيجي بنفس المعنى. فأول شيء حيكون عنا، طبعا انتوا ما حيجيكم هيك، ممكن يجيكم هذا الشكل ويقلكم اكتبوا ايش العمليات اللي صارت، اكتبوها بصياغتكم العادية. وممكن يجي باراجراف قبله عبارة عن 4 سطور ويقلك يلا ارسمي لي الدي اف دي، ممكن. فمثلا clothes ordering system، اول شيء عنا حيكون واضح بالقطعة انه حيكون عنا clothes supplier المورد، هذا external entity. فالإكسيرنال إنتيتي نحن لما نتبع العمليات، هذا اللي هو السبلاير حيسوي ريسيبت فاتورة ويدخلها لكلوثس أوردرينج سيستم، وبعدين هو لأنه بده يطلب أقمشة أو ثياب، بعدين الكلوثس أوردرينج سيستم بيرسل له أنه خلص أوردر، سوينا أوردر. بعد منها يلا حلو السبلاير، أنا عندي محل ملابس أو محل أقمشة ويلا سجلت على النظام، وصلتني الفاتورة والله 20,000 ريال، أعطيني البضاعة اللي عندك، روح أنا أرسل له أمر أنه سويت أوردر. بعد منها بعد ما أرسل له أني أنا سويت أوردر، روح سوي أوردر للمخزن، روح والله يلا يا جماعة المخزن عطوني بضاعة بقيمة 20,000 ريال مثلا، فسوي clothes order للستور المخزن، وبنفس الوقت كمان سوي receipt للكاستومر. ليش؟ الكاستومر اللي حيجي يشتري مني أعطيه الفاتورة، والله يجي يشتري مثلا قطعة واحدة له أعطيه 200 ريال مثلا. وكمان بنفس الوقت الكاستومر، وقبل ما أسوي على فكرة ريسيبت الكاستومر، هو نفسه الكاستومر حيسوي أوردر، والله بدي أطلب فستان واحد 200 ريال، حيسوي أوردر وأنا أعطيه وقتها الفاتورة. بعد منها بعد ما أنا تعاملت مع السبلاير وتعاملت مع الكاستومر وكل واحد أخذ أوردر منه وعطيته الفاتورة المتعلقة فيه، ورحت سويت لهم الطلب من المخزن من المستودع الموجود عندي، أعطي الريبورت للمانجر، والله اليوم عنا صفقات بقيمة كذا 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 كذا، بس انتهى الموضوع. طبعاً أنتم ممكن المثال هذا يحوسكم، ليش؟ لأنه ما في باراجراف قبله، لو في باراجراف قبله ممكن يكون واضح، فهو غالباً يا حيجي باراجراف ويقولكم ارسموا، أو حيجي مرسوم جاهز ويقولكم اكتب لي السيناريو بصياغتك العادية. أو كمان ممكن يجي يكون في أخطاء يقلك fix the problem، ما ممكن طبعاً، مشان هيك النقاط النظرية ركزوا عليها لأنه حتعرفوا والله مثلاً، والله مثلاً السبلاير يروح يحط لكم إياه بشكل آخر مو هذا الشكل، يروح يحط لكم إياه بدائرة، لا خطأ.
الأسهم ممكن يكون فيها خطأ، تمام. ممكن كمان أحيانا يكون راسم نصه ويقول لك كمل الباقي، ممكن. فهي 4 سيناريوهات 90% أو 95% من الجامعات تمشي عليها السيناريوهات، إلا إذا عاد أنتوا لاحظتوا في سيناريو آخر بجامعتكم سمعتوه من الدكتورة، هذا شيء آخر. فشوفي كيف سوى. أول شيء define the process، إنه at context of data flow diagram the process is only one. عنا one process in our case اللي هو clothes ordering system، كلها مرتكزة على نظام طلب الثياب أو الأقمشة، هذا هو أهم process. وcreate external entity، عنا الكاستومر، عنا كمان الستور، عنا السبلاير، عنا السيل مانجر، كلهم عناصر خارجية. سوينا تسلسل للبيانات، مثلا شوفوا أول شيء customer order، هذا تسلسل received clothes order، clothes order management report، كل هذا تسلسل تدفق للبيانات، هذا من هذا وهذا من هذا، هيك يعني كل واحد إنه إيش التدفق المرتبط فيه. الخطوة الرابعة نرسم البيانات الدياجرام. طبعا ممكن على فكرة يحدد لكم رسموه بليفل 1 أو ليفل 0، غالبا بيجي 0 أو 1. 0 تيجي الصورة العامة، خليني أوريكم مثل إيش ليفل 0، هذا شوفوا بسيط عبارة عن خطوتين ثلاثة بس. ليفل 1 لا، في ديتيلز أكثر، حسب. ممكن أحيانا إذا كان يعني الأسئلة صعبة ممكن يجي يطلب 2، رسوم ليفل 0 وليفل 1، بس يعني أحس إن الوقت ما يكفي حسب وقت الاختبار عندكم. ليفل 0 سمن العمليات بشكل عام، بعدين تعال بليفل 1 فصلنا، ممكن بس مدري حسب الوقت. فهي بالنسبة لليفل 1، فأحفظوا بالنسبة لكم، احفظوا للخطوات صم لو ديفاين بروسيس، نسوي ليست بالاكسترنال انتيتي، نسوي ليست بالداتا ستور، وسوي ليست اوف اللي هو الداتا فلو، ودرو ذا دياجرام. فشوفوا هذا مثلا هون ليفل 1، شوفوا شلون دخل بالتفصيل، بينما اللي فوق لا ما كان داخل بالتفصيل مثل اللي تحت. شوفوا هون غالبا هذا ليفل 0، انه شوف يعني صح انتم ممكن تحسوها معقده بس لا هي بسيطه، عباره عن external entity والبروسيس فقط، لا دخلنا بالديتا ستور، لا دخلنا اللي هو قواعد البيانات ولا احلى يعني. بينما لو شوفوا ليفل 1 دخل بديتيلز اكثر. فشوف خلينا اذا حابين نلقي نظره على ليفل 1، نلقي نظره سريعه. أول شيء الكاستومر نفس الشيء، order وعطينا الريسيبت البيل نفس الشيء ما تغير شيء، وorder clothes بعدين عملنا order للستور للمخزن، يلا أعطوني اللي هو الأقمشة المناسبة، بعدين سوي order لا اللي هو order store، وهون كمان عندي الانفنتوري، سوي inventory details، ومن الانفنتوري details يتفرع على generate report، وجنريت ريبورت يتفرع من هي البروسيس لا سيلز مانجر للمدير، من السيلز مانجر لا اوردر انفنتوري، اوردر انفنتوري اللي هو بروسيس، واخر شيء يعطيه للسبلاير نفسه الاوردر انفنتوري، يسوي انفنتوري ديتيلز للانفنتوري. طبعا انتم حتخافوا لما تشوفوها، ما الومكم ليش، لانه ما في باراجراف، بس لما يكون في باراجراف لا تخافوا، امسكوا كل العمليات بالترتيب فصفصوهم ورتبوهم على جنب، بعد ما ترتبوهم على جنب بقلم رصاص ارسموهم، حيكون مو بهالصعوبة أبدا. ممكن يلفتكم أحيانا وجود قاعدة بيانات لا تنسوا كمان، هون هذا الإكزامبل ما بنركز على هالنقطة مثلا. فإن شاء الله يا رب يكون واضح. تدربوا أنتوا على مثالين ثلاثة، طالما تدربتوا بالطريقة اللي ذكرناها حيصير جدا جدا سلس عليكم، أو تدربوا على إذا أنتوا مثلا يجي من الواجبات السابقة تدربوا على إكزامبلز من الواجبات، إذا يجي نفسها مثلاً أو نفس الصيغة تمام، ممكن يصير تضمنوا الدرجة الكاملة بإذن الله فيها، والتوفيق.